السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محمد أعطاني مفتاح السيارة، مو أعطاني، فشخته من جيبه حبيبي. اليوم احنا بالدرجة الأولى. محمد ايش هذا؟ دوق شايف الحليب هذا؟ طب دوق وريهم كيف طعم. ريان كيف حليب طعم؟ كل المتابعين اسعد الله صباحكم بكل خير، صبح عليهم. اسعد الله صباحكم مع البي ام يا شباب. خلاص استلمناها يا حبيبي بعد ما جاتك هدية. خلاص ريان البي ام هدية لك. ريان ايش هذا يا ابوي؟ ريان اعطيني كلمتين عن الصداقة. الصداقة رمز الحب. طيب كلمتين عن الاب. الاب البيت. الاب البيت حيلا. عن الاخ. الاخ الذي يوديك الدرجة الاولى. اللي ما يوديك درجة اولى اخ زفت. اسعد الله صباحكم بكل خير. على وين يا ريان؟ على الرياض. رايحين الرياض انا وريان، وعندنا صديق ثالث بس ما يرد على جواله. وقلاعنا باقي له ساعة بالضبط، يعني هو خلال نص ساعة. انا حنروح عليك لو باي. يعني ما حننتظرك، حننتظرك هذا البوابة. يا جماعة الخير أبعطيكم سنابو، اتصلوا عليه، والله إنه ما يرجع علي. إني ذكر واحد من أذكار الصباح. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يا سلام. طيب من أذكار المساء. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. يا سلام، إيش الفرق بين هذه وهذه؟ هذه في الصباح وهذه في المساء. آخر كلمة قلت النشور وهناك المصير. نعم. تعرف ليش؟ إنك أنت تصحى فتنشر. انتشار مثلا. انتشار نعم. طيب. والمصير مصر في البيت. لا لا ريان، يعني مصير الرجوع إليه، المصير إليه المآل، فهمت؟ بلاش يا بيبي. اليوم كم بقى المطار؟ باقي 20 دقيقة. لا اي والله. ما تبي تروح؟ شبابكم مضبوط يا شيخ. في كبدة وشغل، ايش بك؟ اجيك بصل كل مليون. انت ما تحب البصل؟ اكثر من الكبدة. صار بصل بالكبدة مو كبدة بالبصل. يا ريان فول وحليب شوكولاتة؟ لا الحليب شوكولاتة بالنهاية. سبحان الله، أنا من محبين الحليب الشوكولاتة. أنت من محبين أي شيء بلاش. ها هو يا أخي. ريان تسوي مقوي للصحة والجسم. سنعطيكم قرص. سنعطيكم. مرحبا. تشرفنا فيك يا شيخ. عبد الله المولد. أنعم. أعمال سكواش. أنعم أكرم. تشرفنا فيك يا شيخ. يعطيك العافية. كمل كورسنا. طريقة ضبط المصاص. من هنا. تمسك كذا من هنا. كيف تبقى يغمى كده؟ كجوية يكبر؟ ويان القوة لا حول ولا قوة لا حول. والله باقي هذا وقت، والله راحت علي نومه واخذت ساهر والدنيا كلها انقلبت فوق تحت. باقي
10 دقائق اي واحد قبل 10 دقائق كان بيصير يعني انا واحد يفتش برا بسألك تدري انك جاي بعد الكابتن يا مرحبا يا مرحبا بالصاحب اللي الجميع يتنومس به صباحا سعيدا والله انت بدأت تحجز الله يجزاك خير في الوقت انا بسألك سؤال الاهم من هذا كله اخذت الضوء الاخضر والله تعرف هذا كان يحتاج يومين والله يا جماعة ممكن قبل كم ساعة كلمتك على الرحلة قبل 5 ساعات 6 ساعات طلع بسرعة لكن خليها صار مشكلة وجيت الحمد لله بعدين ترى المتابعين يقول ايش تكون بدك بعمر ترى تشتغل الله يسعدك يا وهيب من جدة إلى بريطانيا أنا معك بيض الله وجهك.